تدافع عن كل المصريين، عن كل المصريين دون النظر ودون تمييز، وتبقى الجماعة الوطنية جماعة واحدة، وتستطيع أن تعبر وتحقق مشروعها الوطني وإما نهاية الكيان الوطني. لازم نعرف ده كويس قوي. ما يستهدفه الآخرون من غرب، من منظمات نعرف أهدافها، من جماعة إرهابية، من حواري الإخوان، بقى في حواريين دلوقتي حواليه، اللي بيطلعوا في مكملين، واللي بيروحوا يتصلوا، واللي ودلي 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 ودلي. احنا لازم يبقى لنا موقف، والموقف ثابت ومبدئي وقانوني ودستوري. كل من يسمح لنفسه أن يدعو إلى عودة الإخوان يجب أن يطبق عليه القانون وحكم الدستور. كل من يدعو لجماعة إرهابية لتعود إلى المشهد السياسي هو يرتكب جريمة في حق هذا الوطن. سيبك عن الانتخابات الرئاسية، سيبك عبد الفتاح السيسي، سيبك عن أي حد، أنا بتكلم عن الوطن، الوطن اللي بيهمنا جميعا، الوطن اللي حائط صد للدفاع عن الشعب المصري. مؤسسات الدولة والجيش والشرطة اللي بيستهدفها الخونة، احنا عارفين انتوا بتعملوا ده ليه، ومحدش هيقدر يمرر الشعارات دي علينا مرة تانية. مفيش حد وطني حقيقي ينتمي لهذا البلد مش عارف ان في أزمة اقتصادية، مش عارف ان في فقر، مش عارف ان في مشاكل، لكن الى جانب ده عارفين ان في وطن، وعارفين ان في امن واستقرار، وعارفين ان احنا دفعنا الاف الشهداء تمن لده، وعارفين ان في ناس بتسهر عشان انت تعيش وتنام امن. انا لسه حد صديقي كبير بيحكي لي، بيقول لي ليه صديق موجود في لندن، كلمه وقال له والله عايزين انا واسرتي نلتقي، صديق سوري موجود في القاهره، اقصد صديق سوري موجود في القاهرة، قال له نفسي نفسي، لينا 11 سنة مش عارفين نقابل بعض. وراح مديله قائمة، أخ لي في لندن وأخ لي في باريس وأسرة اللي هي أمه وبعض إخواته البنات في سوريا. فاستطاع المسؤول ده الشخص ده إنه يعمل له فعلا فيزا، والتقت الأسرة بعد 11 سنة في القاهرة، أسرة سورية، لأن ما يحدث على أرض سوريا فرق الناس، المؤامرة سعت إلى تدمير الشعب، إلى ترحيل الناس من بلادها، تحولت البلدان إلى نار وإلى مشردين وإلى شعوب جائعة وإلى ناس تبحث عن مكان آمن، ولم يجدوا المكان الآمن إلا هنا في مصر. لما يجي البعض ويحاول وبيلعب عشان يوصل في نهاية الأمر أن نعمة الأمن والاستقرار تتلاشى، وأن الانقسام يسود، وأن الجماعة الإرهابية تعود إلى المشهد مرة أخرى لتبث الفتنة، وأن نفرج على القتلة والمجرمين الذين كانوا سببا في الدمار الذي نعيشه، فاحنا بنقول له قف مكانك انت او غيرك. مفيش حد فيكم بيشكل تهديد الا بهذه اللغه، الا باللعب على الامن القومي، الا بالسعي الدؤوب لاثاره خطاب غير وطني والدعوه لجماعه ارهابيه. لا يمكن ان يكون ذلك امرا اعتباطيا. يا أيها المرشح المحتمل، أقف قدام الرأي العام وقول أنك ترفض عودة الإخوان، وأنك لن تنسى ثأر أهلك وناسك في بلدك، وأنك لا تزايد، وأنك ستفصل مدير حملتك، وأنك تنأى بنفسك أن تكون أداة في مخطط تآمري نعرف أهدافه. ولكل ذلك انتفضت الجماعة الوطنية، وأولهم ناس في الحركة المدنية وقوى سياسية عديدة لتقول له
لا.